يعني يقول لي يتحرك راكب دراجة هوائية وفق تسارع ثابت، تسارع ثابت يصل إلى سرعة مقدارها 7.5 متر لكل ثانية، هذه السرعة النهائية خلال 4.5 ثانية. طيب إذا كانت إزاحة الدراجة خلال فترة التسارع تساوي هذه، أعطاني يعني الدي، أبدأ. طيب نحط المعلومات، تسارع ثابت ما أعرفه، سرعة مقدارها 7.5، يعني هذه السرعة اللي وصلنا لها، صار هذه السرعة النهائية خلال هذا الزمن. إذا كانت إزاحة الدراجة خلال فترة التسارع تساوي كذا، هذا يعني الإزاحة النهائية. أوجد السرعة الابتدائية، نبغى VI، نحط المعادلات حقتنا. طيب إحنا نبغى الـ VI، السرعة الابتدائية. طيب نشوف أي واحدة نستخدم. شوف هذه عندي الـ VF، VI أبغاها لازم للتسارع، شوف هنا ما في التسارع، عندي TF، يعني هنا مجهول الـ VF والـ A فما أقدر أستخدمها. طيب شوف اللي بعدها DF، عندي الدي اي ممكن اعتبر بدأ من نقطة الاصل يعني صفر، في اي ما عندي، اي ما عندي، برضو مجهولين صار ما اقدر استخدمها. شوف هنا في اف عندي، في اي ما عندي، سار ما عندي، برضو حيكون مجهولين. يعني في اي من هذه المعادلتين دائما حيكون عندي مجهولين، صار كيف اتصرف؟ احل المعادلتين مع بعض، اخذ نظام، يعني هاخذ هذه المعادلة VF يساوي VI زائد تسارع في الزمن كده، DF يساوي DI، ناخذ هذه المعادلتين ونحلها في مجهولين. طب خلينا نعوض فيها، يعني هذا حيكون نظام، هذه VF 7.5، VI مجهولة، تسارع A مجهول، TF بأربعة ونص، وهذه المعادلة DF عندي 19، DI أعتبره بالصفر بدأ من نقطة الأصل اللي هي هتكون 4.5 VI، بعدين عندي زائد نص في A تسارع 4.5 تربيع. حل هذا النظام. طب كيف أحله؟ شوف لو جمعنا المعادلتين مع بعض، شوف هذه معاملها واحد وهذه معاملها 4.5، لو ضربت هذه في سالب 4.5 جمعتهم مع بعض حقدر أتخلص من واحد من الوجهين. طيب يصير نضرب هذه، صار عندي 7.5 في سالب 4.5 حتكون سالب 33.75 يساوي VI في سالب 4.5 حتصير سالب 4.5 VI، وهذه 4.5 في سالب 4.5 سالب 20 A. طبعا هنا بطلنا نحط هذه الإشارة عشان التسارع المتوسط، ليش؟ لأن التسارع ثابت، فإذا كان التسارع ثابت هو نفسه هيكون التسارع المتوسط، فنقدر نشيل هذه الشرطة. طب نكمل، هذه حتنزل زي ما هي ما حنضربها في شيء، بعدين هنا نضرب 4.5 تربيع في نص 10.125 A، لو جمعناهم مع بعض نجمع هذه الحدود حيكون عندي 0.75، هذه مع هذه حيصير صفر، وهذه حتصير سالب 10.125 في A. نقسم الطرفين على معامل الـ A، يصير عندي الـ A يساوي 45 أو 46 متر لكل ثانية تربيع. جبنا التسارع، نقدر نعوض في هذه المعادلة، عندي الـ VF، الـ VI أبغى أجيبها، عندي الـ A، TF عندي، يصير أقدر أجيب السرعة الابتدائية. سر الـ VF 7.5، VI يحتاجها
الـ A طلعتها 1.46 TF هذه. هذه نضربهم في بعض تصير 6.57. بعدين نقولها الطرف الثاني بالسالب تصير 7.5 ناقص 6.57 يساوي VI. يعني الـ VI حتساوي احسب هذه 0.93 متر كل ثانية. صار هذه هي السرعة الابتدائية. وهو جواب معقول. ليش؟ لأنه هذه السرعة الابتدائية كانت أقل. نشوف السرعة النهائية وصلت 7.5 متر لكل ثانية. يعني تسارع موجب زي ما جبناها التسارع موجب. طب هذا السؤال يقول لي يركض رجل بسرعة 4.5 متر لكل ثانية مدة 15 دقيقة ثم يصعد تلا ارتفاعه تدريجيا حيث تتباطأ سرعته تتباطأ يعني تسارع بالسالب بمقدار ثابت هذا هو مدة 90 ثانية حتى يتوقف. أوجد المسافة التي ركضها. يعني عندي فترتين. أول شيء هذا الرجال كان يركض لمدة بهذه السرعة بعدين بدأ يصعد التل ويتباطأ يعني التسارع كان سالب 0.05 متر لكل ثانية تربيع مدة كم؟ مدة 90 ثانية بعدين توقف تمام ويبغى المسافة كلها يعني هذه المسافة زائد هذه المسافة. طب نحسب هذه المسافة. خلينا نحط المعلومات أول. عندي هذه السرعة الابتدائية وهذه المدة. خلينا نسمي هذه A يعني هذا المسار A وهذا المسار B عشان نفرق بينهم. فيصير هذه المدة هنقول المدة B اللي هي حلناها بالثواني 15/60 يعني 900 ثانية. ثم يصعد تلا يتزايد ارتفاعه تدريجيا تتباطأ سرعته بمقدار ثابت هذا المقدار يعني هذا الـ A يساوي سالب لأنه تباطؤ وهذه المدة هذه TA هذه TA لأنه في هذا المسار TA قل TB هتساوي كم 90 ثانية. توقف يعني السرعة النهائية بصفر ويبغى المسافة يعني يبغى D. خلينا احنا نسميها DA و DB. نجيب DA المسافة هنا. المسافة هنا سهلة. عندي السرعة 4.5 متر لكل ثانية. السرعة في الزمن يعطيني المسافة. خلينا نقول DA يساوي خلينا نسميها VA السرعة هناك مع TA السرعة كانت 4.5 في الزمن 900 تساوي 4050 متر. طيب وفي المسار B في المسار B لأنه عندنا تسارع فلازم نحط ونشوف إيش اللي نستخدم منه أو معادلات الحركة. نحط معادلات الحركة كلها. طيب نستخدم أي واحدة. VF عندنا توقف VA عندنا تسارع عندنا حتى الزمن عندنا ما نستفيد شيء. نبغى المسافة DB. نشوف DF نبغاها DI طبعا لأن نبغى هذه المسافة بس فنفترض أنه DI هنا بصفر لأنه أنا أبغى بس هذه المسافة. VI عندي TF عندي نص A عندي A TF عندي TF صار خلاص نستخدم هذا نعود فيها DF يساوي حتى أقدر أستخدم هذه والله خلينا نستخدمها أكثر تربيع. طبعا VF توقف هو VF بصفر صفر يساوي VI اللي هو 4.5 نربعها
زائد 2 في التسارع، 2 في هذا التسارع، هذا المسافة اللي أنا أبغاه df، نقول df بس، نقول هذه بالطرف الثاني سالب 4.5، طبعا التربيع على 4.5 بس السالب برا، يساوي هذه نضربها سالب 0.1 df، نقسم الطرفين على السالب 0.1، صار عندي الدي اف هتساوي 2.5 متر، يعني هذه المسافة 202.5، وهذه طلعتها 4050. يعني نحسب المسافة الكلية، دي الكلية خلينا نقول يساوي دي اي زائد دي بي، دي اي 4050، دي بي صار الناتج، هذا هو الناتج.